طيب انا بشكرك دكتور احمد. اتفضل يا كريم. برضو كلام مهم جدا. اذا هناك بعض نقاط الضعف الواضحه في هذا الفريق. نعم. من الكرات العرضيه وهي الاهم من عموما من اخيرا يعني ان هي من ناحيه اليمين. نعم. لو محمد هاني اللي بيرفعها يعملها دايما على الاستوبر اللي نعم. اليمين والباك اليمين. طبعا مباراه بالميراس وتيجرز في اللي فاتت يا كابتن اسلام كان لحد ما يعني فيريرا بيلعب بطريقه اقرب الى 4-1-4-1 وكان واضح ان هو عايز يقفل الجناب. خلاص هو عارف ان تيجرز بيلعبوا 4-4-2 فلات لان طبعا لما يكون معاك مهاجم زي بيير جينياك لازم تلعب على عرضيات. وفعلا نادي بالميراس كل اللي شاف مبارياته في ليبرتادوريس صعب جدا ولا وصعب انك تخترقه من العمق فعلا. ليه؟ انك بتتكلم على خط وسط بيقفل فعلا كل المساحات زي رافائيل ودانييلو الاثنين وكمان فيجا. الثلاثه دول عندهم ورك ريت عالي جدا جدا جدا. يكفي ان اقول لك ان كان في كوره في ماتش تيجرز دانييلو كان في نص الملعب بيضغط على حارس تيجرز ورجع رد ليه نص الملعب في اقل من ثانيتين. وبالتالي بنتكلم عن نص ملعب فعلا صعب جدا انك تخترقه من العمق. الفكره كلها ازاي فعلا تلعب عرضيه. عشان كده شفنا فريق تيجرز بيلعب 4-4-2 فلات ما بيضغطش على بالميراس خالص من نص الملعب وبيستناهم. وبالتالي انا اشوف ان بكره وطبعا فريق بالميراس شاف النادي الاهلي قدام بايرن ميونخ ربما الطريقه تبقى اقرب الى 4-4-1-1 هيبدا يضغط بقى ويستغل الحاله اللي هو شافها النادي الاهلي. وبالتالي التشكيله اللي قدامنا دي هي في وجهه نظري هي الاقرب. طبعا ويفرتون حارس اكيد اساسي. الرباعي الخلفي مفيش فيه اي كلام. ماتياس فينا جوستافو جوميز ويلوان وماركوس روشا. والرباعي بقى في نص الملعب هو ده اللي هيبقى الازمه عندنا بقى بالنسبه لهم. ليه؟ بنتكلم على روني طبعا احمد اتكلم عليه كتير ومهاجم وجناح قوي جدا وكمان بيرد في الدفاع. وزي رافائيل ودانييلو الاثنين دول من اعلى اللعيبه في البطوله ورك ريت بيجروا جري فظيع. وكمان طبعا وعلى الناحيه اليمنى طبعا واحد من نجوم الفريق ومن احرف اللعيبه في الفريق منينو لعيب عالي جدا 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 بيلعب كجناح وبيلعب كبلاي ميكر بصراحه شبيه كده لدودو في نادي الدحيل. وقدام طبعا اعتقد رافائيل فييجا هيكمل مع لويس ادريانو. لويس ادريانو طبعا لعيب سريع قوي 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 طبعا كان لعبنا في 2006 لما قابلنا انترناسيونال في السيمي فاينل وهو اللي جاب الجون الفوز 2-1 وكان ساعتها دي كانت اول مباراه دوليه له رسميه مع انترناسيونال. وبالتالي بشوف ال 4-4-1-1 ربما تكون هي الاقرب لبالميراس بكره. نشوف الحالات. طيب بالظبط خلينا ننتقل الى الحالات ونشوف الحاجات بقى الحالات اللي بتوضح طبعا. اللي بتوضح الكلام اللي بيقوله كريم من خلال وناخدها سريعا من ماتش تيجرز الاخير اهو زي ما شفنا ده البيلدنج اب بتاع نادي بالميراس. وبالتالي بنشوف البدايه من عند لابس الغامق برضو الاخضر وتيجرز لابس اصفر. وشفنا ان تيجرز بدا في بدايه المباراه بيضغط على بالميراس عشان يمنحهم من تناول الكرات بشكل سهل. واعتقد كمان احنا اذا في البدايه طبعا واحنا في قمه لياقتنا لو ضغطنا لازم نجبر بالميراس ان هم يلعبوا طويل. الكرات الطوليه عشان يسهل الماموريه على بدر بنون وياسر ابراهيم. اكيد طبعا ايمن اشرف بنسبه كبيره هيتحول لمركز الظهير الايسر. نروح للصوره اللي وراها ونشوف نادي بالميراس اول ما بيجي عند نص الملعب وبيقدر يدفع المنافس على طول بيتجه الى لعب الكرات الطوليه. على طول روني بيقطع من خلف الدفاع. نروح للصوره اللي وراها ونشوف لو احنا بقى اللي معانا الكوره بالميراس هيعمل معانا ايه؟ هيعمل معانا نفس الشكل اللي انتم شايفينه في على الشاشه وهو الضغط بطول الملعب وضغطهم فظيع جدا. ليه؟ لعيبه سريعه ولعيبه بتقدر تخطف الكوره بدون ما يعملوا اي فاولات. نروح للصوره اللي وراها ونشوف نادي برضو بالميراس تاني اهو. الصوره بتجيب لنا روني بيحاول يقطع في اخر الصوره من الناحيه اليسرى وفيجا بيحاول ان هو يلعب له الكره الطوليه ودي لعبه اكيد هنشوفها بكره كتير. نروح للصوره اللي وراها وتاني بنشوف هنا ده بقى بتكلم على روني لما بيخش ليه قلب مع. وعايزين نبص هنا يا جماعه في الصوره دي مهمه قوي نبص على السرعه. في اللقطه دي روني متاخر بمسافه من ربما تكون 3-5 متر عن مدافعي تيجرز. نشوف الصوره اللي وراها لما وصلوا لمنطقه الجزاء روني شكرا كسب السباق. وبالتالي بنتكلم على لعيب سريع جدا 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 لما كمان لويس ادريانو بيخطف المساكين وينزل بيهم لنص الملعب. نشوف الصوره اللي وراها او الحاله اللي بعديها ونتكلم هنا على واحده من اكتر اللعبات اللي كسب بيها بالميراس بطوله الليبرتادوريس وهي لعب الاختراق من الجبهه اليمنى عن طريق مينينو او حتى عن طريق جابرييل سيلفا البديل.
كتيره جدا بيلعبوا اللعبه دي كتير على طول، بيخطف المساحه ما بين المساك والفول باك ويلعب الكره عرضيه للويس ادريانو او روني بيبقى جاي من ورا. ليه انت مش تبقى شايف اللي جاي من ورا ده مركز مع اللعيبه منفرد؟ نروح برده للحاله اللي وراها ونشوف كره ثانيه برده معموله بنفس الفكره لفريق بالميراس. اذا كانت معانا بالظبط هي دي اللي معانا، ونشوف تاني المساحه بتتفتح وعلى طول هنا دي كان اعتقد روشا بياخد الجبهه اليمنى لما الجناح بيضم لجوه، وتاني نفس كوبي وبيست تتلعب للناحيه اليمنى وتتلعب عرضيه وتتحط بكل سهوله، لعبه كان نادي برشلونه بيلعبها كتير قوي مع جوارديولا، وبالتالي ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يبقى واخد باله من الالعاب دي.